السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بذرة وفسيلة. النهاردة هنتكلم عن نبات غريب ونبات عجيب جدا، نبات مصيدة فينوس أو نبات خناق الذباب. هنتكلم النهاردة عن وصفه وعن آلية عمله. نبات مصيدة فينوس هو إحدى النباتات آكلة اللحوم، تنمو على شكل تجمعات من 7 نباتات زي ما انتم شايفين، محاطة بساق مركزية يصل طولها حوالي 30 سنتي. الموطن الأصلي لهذا النبات هو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة، وينمو هذا النبات في المستنقعات التي تفتقر تربتها إلى عنصر النيتروجين. يتغذى هذا النبات على الحشرات الطائرة زي النحل وزي الذباب، يتغذى كمان على العنكبوت، يتغذى على الضفادع وعلى الديدان أو على الحيوانات الصغيرة الأخرى. هنتكلم عن آلية عمل هذا النبات العجيب. مجرد ما الحشرة أو الفريسة تدخل بين أوراق هذا النبات، أوراق هذا النبات لها قدرة على الإمساك وعلى صيد تلك الحشرات وتقوم بهضمها، لأن هذه النبتة تحتاج إلى ملح يسمى النترات الموجود بقدر كافي في طعام تلك الحشرات. نبات مصيدة فينوس له القدرة على الحركة بسرعة فائقة، يعني قلنا مجرد ما الفريسة بتدخل جوه الأوراق هذه النبتة تحكم قبضتها على الفريسة بسرعة فائقة. يشبه هذا النبات في شكله شكل المصيدة الحقيقية، أو شكله شكل الفم اللي له أسنان حادة، وهو عبارة عن ورقتين زي ما انتم شايفين لونهم أخضر، وأوقات بيبقى لونهم أحمر أو الأخضر مع الأحمر مع بعض، وكل ورقة فيها عدة شعيرات صفراء اللون أو حمراء اللون أحيانا. هذه الشعيرات على شكل إبر أو شكل أشواك. يتمكن هذا النبات من اصطياد فرائسه عن طريق ألوانه الزاهية، زي ما انتم شايفين ألوانه أو أوراقه الزاهية بتجذب الطرائد أو الفرائس أو الحشرات إلى تلك الأوراق. عندما تلمس الحشرة ورقة مصيدة فينوس، يعني أول ما الحشرة بتلمس الورقة بينغلق الجزئان على الحشرة فجأة، يعني الورقتين بيقفلوا على الحشرة فجأة زي ما انتم شايفين. طيب ازاي الكلام ده؟ الشعيرات الموجودة في الأوراق بتبقى عبارة عن مستشعرات بتحس بالفريسة ولها القدرة على معرفة نوع الفريسة. الشعيرات الداخلية للورقة دي لها القدرة على معرفة نوع الفريسة، هل تستحق أكلها ولا هي عبارة عن كائنات صغيرة وشوائب لا فائدة منها. يعني الشعيرات دي بتحس بالفريسة، هل هي كائنات صغيرة ولا فريسة تستحق انها الورقتين يحكموا قبضتهم عليها وتبقى عبارة عن فريسة لهذا النبات. بعد احتجاز الفريسة داخل الورقتين تبدأ بقى عملية الهضم. ازاي؟ عن طريق افراز عصارات هاضمة، يعني الورقتين دول بيفرزوا او النبات ده بيفرز عصارات هاضمة عشان يهضم الفريسة او الحشرة اللي دخلت جوه الورقتين، ثم تقوم بهضم بقى الحشرة وامتصاصها تدريجيا. هذا النبات زي ما قلنا من النباتات النادرة جدا، لذلك يعاقب القانون في الولايات المتحدة كل من يجمع هذا النبات بالغرامة أو بالسجن. لكن ممكن اللي غاوي النباتات دي ممكن في مواقع اللي بيع النباتات اللحمة زي موقع أمازون، وفي مواقع إلكترونية كتير بتبيع النباتات دي، أو ممكن يعني لو حابين تشتروا هذا النبات. أتمنى رب تكونوا استفدتم، ومن الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.